اوكي، المرحلة الأولى بعملية التكوين هي مرحلة نفخ البطن، بنعبيها غاز. الغاز يكون ضغط مالته تقريبا 13 إلى 15 حسب وزن البيبي. المونيتور مال التخدير، طبعا طبيب التخدير دائما عينه على المونيتور، يكون طبيب تخدير متمرس من هذه الأمور. مرات حيوي لازم يعطي المريض قبل ما نبلش العملية ومية مالتين. ثانك يو. يعطي الغاية. راح يقص من المعدة، طبعا دائما الأشخاص يسألوني قد نسبة القص دكتور من المعدة؟ نسبة ثابتة هي طبعا. القص نسبة 80%. يعني كل شخص سواء وزنه 100 110 120 160 نقص 80% من المعدة، 75 إلى 80%، هيك نوع من نزول الوزن. أقل من هاي النسبة تكون بدون فائدة للمعدة. يعني هي هاي ستاندر، نخلي قالب ونقص عليها. أوكي؟ شكرا جزيلا عمير. قلنا مرحلة تحرير البين، تحرير الثقب الكبير. الثقب الكبير اللي هو نفصل الشحم عن المعدة، بعدين تكون المعدة مهيئة لعملية القص. لأنه بدون التحرير الكامل طبعا الجزء العلوي اللي هو مسؤول عن رغبة في الأكل، مسؤول عن الإحساس بالجوع، هذا لازم يتحرر. إذا ما تحرر والقص الشخص يبقى عنده رغبة بالأكل. هاي طبعا نقطة كلش مهمة بعملية تكوين المعدة. ثانك يو. أما اللي راح يجي هسه اللي هو القالب، اي هذا اللي دخل داخل المعدة اللي هسه طبيب التخدير قاعد يدفعه، هذا قالب. اي هذا شلون يستوي؟ قالب. هذا القالب هو اللي نقص عليه المعدة، اللي نقص 80% من المعدة وفق هذا القالب اللي موجود جوا. اي هذا اللي دخلناه من الحلق. اوكي، والله لو سمحت طلعينا شوية الحلق. هذا هذا يكون داخل من الحلق، وهذا قاعده الفراغ خلاص يسحب عليه. يكون القص وفق هذا القالب، لانه وايد اشخاص يسالوا الدكتور ايش قد راح تقص وايش قد راح تقص؟ ماكو 30% و60%. الحكي الدقيق مال الطبيب هو يكون الاعتماد على هذا القالب. شكرا جزيلا. هسا اذا تنتبهون هذا ال 20% تبعك فوت جاي. اي هذا اللي داخل القالب، وهذا اللي انقص اللي هو 80%، هذا اللي باقي، وهذا اللي انقص اللي بعد شوي راح نشيله. اي هذا اللي انقص اللي راح نشيله. انا القصه 80%، 75 الى 80%. اوكي؟ ثانك يو. اوكي عاد. وهاي 20% البقع. تقدر تحرك كل هذا القالب اللي قلنا نقص عليه. نشوف فيها سالفه شلون تتحرك وجاي مرتين صراحه. اوكي؟ هذا اللي بقى 20%، هذا نقص 80%. هسه لما راح لا نقص نشيل على حده مشان نعرف نكمل العمليه. ثانك يو. التقدير كان يجي اطلع